مش فاهم. انا هنام هنا وانت هتنام في الاوضه الثانيه. وبعدين؟ بس خلاص. بس خلاص ازاي؟ امال ال الايه؟ الجواز يعني. اه هما ناس المودرن بيعملوا كده، كل واحد فيهم لازم ينام في اوضه لوحده. اه كل واحد فيهم ينام في... وحتى هما متجوزين؟ اه حتى هما متجوزين. اه هما لما يعوزوا يطبقوا نظريه التناسل والتكاثر بيعملوا ايه؟ هما برضو بيتقابلوا من وقت للتاني. طب ما نتقابل دلوقتي، خير البر عاجله. معلش يا مرسي، اصل انا تعبانه قوي، خصوصا بعد الجهد اللي انا بذلته امبارح عشان اقاوم رغباتك الشريره وما قدرتش. اه صحيح. تصبح على خير. وانت من اهل الخير والسعاده والهنا. ايه يا مورس ده؟ ايه يا مورس الامل اللي انت فيها دي؟ يا مورس يا متدلع. مراتب اسفنج زي الواح الخشب اللي على السرير بتاع بتعة. لا والمصيبه ان ابوها كان مستقل المهر بتاعي. طيب اديني اتجوزت من غير مهر ومن غير شبكه كمان. لو ايه؟ لقطة قشطة. يا مرسى يا متدلع. وفضلت ورا البنك لحد ما خدت العملية بالضمان الشخصي. كنت قلت لي وانا كنت سهلتها لك. ما انت عارف ما تخافش عليه مع البنوك. واحنا عندنا ضيوف ولا ايه؟ هي القعدة تحلى قوي من غير ضيوف يا مرسي بيه. ده انتوا انستونا. ميرسي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. اهلا اهلا. مبروك يا عريس. ربنا يبارك في سعادتك سعادة البيت. حقيقي عرفت تختار وتنقي. ربنا يخليك لينا يا فندم. ده انت حظك من السما. مرسي ابن حلال ويستاهل كل خير. شكرا يا فندم. ما تقعد يا مرسي. اه انا هقعد طبعا. صحتكم يا جماعة. صحتك. صحتك. ها وبعدين؟ ولا حاجة. أصريت ما أدفعش غير 3 مليون. فضلت في أخذ ورد وأخيرا وافقت. على طول اشتريت ودفعت ال 3 مليون. 3 مليون إيه؟ جنيه طبعا. 3 مليون جنيه؟ حضرتك بتشتري كوبري 6 أكتوبر؟ ضريب مرسي ده يا جماعه كده ولا ايه؟ فوزي بيه بيستورد فراخ ب 3 مليون جنيه كل شهرين صفقه بالشكل ده. يا ده انت على كده بتاكل فراخ وبتشرب فراخ وبتلبس فراخ. ما بياكلش الفراخ اللي بيستوردها، حضرتك بيخاف على صحته. مش واخد بالي يا سيدي. ما تدقش. لا ما هو في حاجات برضه الواحد لازم يدق فيها. اللي يدق يتعب يا مرسي بيه. اسمحي كلمة كلمة. ايه؟ كلمة. معلش على اذنكم يا جماعة. اتفضل يا بابا. ايه؟ في ايه يا مرسي؟ لا ولا حاجة، بس أصل الراجل اللي قاعد جنبيكي. فهمي بيه؟ ماله؟ لا مفيش، بس اصلي شفته بيحط ايده في اماكن مش هي يعني كده. ايه الفكر المتاخر ده؟ لا هي مش مساله فكر متاخر ولا حاجه، بس اصلي يعني مش كده حبيبي. احنا قاعدين سون فاسون. نعم سون فاسون، الاوساط المودرن كده دايما. يا سلام يا سلام، الاوساط المودرن كده دايما. طيب من الاوساط المودرن كده دايما خلاص. فانتصر يعني الملك مينا بقى الله يرحمه كان ملك عظيم قوي. ملك مينا ده هو اللي وحد القطرين، القطرين اللي هم الوجه البحري والوجه القبلي يعني. اثنين. ايوه هما الاثنين. لما وحد القطرين بقى يعني ايه؟ لبس التاج بتاع القطرين. لبس تاج بقى كده عامل زي الشمامه. سربين. ايه؟ عامل زي الشمامه، تاج زي الشمامه وخارج جمال معجوره صغيره كده. كارت.
الملك رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه الله يرحمه، كان ملك عظيم قوي كمان، بس غاوي بقى ايه؟ غاوي بقى ايه؟ حرب وجواز، اتجوز 92 واحده. 100 ايه؟ بقول لك اتجوز 92 بس. 150 يا عم. 150 ايه؟ في حد بيتجوز 150؟ هو اتجوز 92 بس. 200 200 ايه يا فهم؟ ايه حد بيتجوز 200 واحدة؟ اتجوز 92، أنا مدرس تاريخ متأكد من اللي أنا بقوله. معاك إيه؟ أنا معيش حاجة. ليه؟ فول عز. فول إيه؟ هو الفول ده ورانا ورانا. هارد لك يا رمزي بيه. مبروك. صن فصان. يعني رمسيس بقى، رمسيس الله يرحمه، غير بقى إن هو اتجوز 92 واحدة، خلف 120 عيل. ما هو بقى يومين ما كانش فيه بقى لا ازمه سكن ولا انظر حولك ولا الحاجات دي. يقعدوا يبنوا اهرامات ويخلفوا عيال. مش وقته يا حبيبي. ومرسي بيه ما بيعرفش يلعب كارت؟ لا بعرف العب طبعا. تلعب ايه؟ بلعب شلح. حقيقي حبيب شلح. مره كنت قاعد على القهوه بعرف، كنت بلعب مع الواد بيوم النتن، ليه واحد صاحبي اسمه بيوم النتن. ابويا بقى طب وانا بلعب معاه. دخلني البيت من السكان. وقعد يضرب يعني عدمني العافيه في البيت. هو بقى كان قوي البنيه عريض المنكبين، فجه بيضرب انا خليت منه، وقع اتكسرت رجله. اتكسرت رجله حقيقي يعني. انا شايف سيادتك عمال بتخسر من اول ما قعدت، امال هتشتري الفراخ منين؟ البركه في البنوك، بتدي له اللي هو عايزه باشاره واحده. كله على البنوك. كله على البنوك. وفاكرنا ايه؟ ايه؟ كله على البنوك. ايه؟ كله على البنوك. سلام يا ادم مرسي، لو حد من البهوات دول شغلك اي شغلانه مش الشغل بتاعهم، فراخ، كتاكيت، عصافير، اي حاجه، الواحد كان يبقى مليونير في يوم وليله. مصيبه ان هم ابويا وبتعب زعلانين مني علشان سبت الحكومه. الحكومه كله على البنوك. ايه؟ كله على البنوك. وفاكرنا ايه؟ كله على البنوك. يا لهوي يا زبتك يا زبتك يا متعة، يا خرباتك يا متعة، اللي حصلت يا راجل انك تتجوز عليا؟ طب وحياة النبي، ما انا قاعدة معاك بعد النهاردة. شوف يا بنت، ما نشوف ايه الحكاية يا بنت، بحكاية يا بتعة يا بتعة، ما تجيش طايشة ومجنونة. يا نهر اللي أنا بعمله ده علشانك وعلشاننا كلنا. الكلام اللي بتقال في الحتة ده مظبوط؟ عجبك؟ أصواتك فضحنا في كل الحتة. يعني أنت اتجوزت يا مرسي؟ يابا هو أنا أول واحد اتجوز على مراته؟ ما الحاج مصطفى الجزار متجوز ثلاث، وإبراهيم الفران عنده جوز وبيدور على جوز ثاني. اخرس! مستحيل تكون أنت مرسي اللي ربيته. أنا كنت حاسس إنك بتضيع مني يوم بعد يوم. انت شطنج. شطار يابا، عشان عايز اعيش وعايشكم معايا في العز والخير. يقول الخير اللي يجي من وراه، وكان بيقول انه رايح يشتغل في اللب ده. يا لهوي اتبيح يا اختي، ضاع مني وراح. يا لهوي يا بتعة، اصل ده مرتبط بده، العمليه كلها بتكمل بعضيها. يا ابني حرام عليك، افصل قلب مراتك وامك وابوك، دي الست مالهاش الا دخلة جوزها عليه. وانا قلت مش هدخل يوم، انا قلت مش هدخل يا بنت. تدخل ما تدخلش، مالكش دعوه بيا بعد النهارده. حرام عليك. الله يا بنت، ما دام يا اخويا مش هيفاجئ عشتنا، خلاص كل واحد منا يروح لحاله بقى. عشت ايه؟ عشت ايه اللي انت بتقول عليها؟ انت فاكرين العيشه اللي انتوا عايشينها دي عيشه؟ انتوا عايشين تحت الارض ب 10,000 متر، ولو فضلتوا على افكاركم دي هتفضلوا تحت الارض على طول. وعشان تبقى المساله الصريحه قدامكم، انا ما عنديش استعداد ادفن نفسي بالحي. انا خلاص حطيت رجلي على طريق العز، اللي عايز يمشي معايا اهلا وسهلا، مش عايز سكه السلام. ما تزودش ولا كلمه، اتفضل اطلع بره، مش عايز اشوف وشك تاني بره. يابا عيب، ما تزقش كده، ما صح تحرم عليا عيشتك طول ما انا موجود. قلبي وربي غضبان عليك في يوم القيامه. بره بره.
نفسي يا بنتي، ربنا موجود. سلوى، سلوى. الهانم مشغولة، وطي صوتك. مشغولة في ايه؟ معايا فهمي بيه، بيتناقشوا في امور هامة. بيتناقشوا فين؟ أنا مش شايف حد هنا. في أوضة النوم طبعًا. أوضة النوم ده إيه؟ عيب يا مرسي بيه، ما يصحش. أوضة النوم ليها حرمة برضه. يعني إيه يا عباس؟ يعني حضرتك تقعد هنا تتسلى عقبال الهانم ما تنزل لوحدها. أتسلى؟ أنت جيت يا مرسي؟ أهلاً يا مرسي. وحشت يا راجل. أصله قاعد في النادي ليل ونهار. يا ستي خليه يتمتع بحياته. قول لي يا مرسي، أنت مبسوط في الجواز؟ طب أستأذن أنا. مع السلامة. الله يسلمك. ايه اللي جاب الراجل ده هنا دلوقتي؟ انت اتغديت حبيبي ولا هتتغدى معايا؟